الرسوخ العلمي لدى الشيخ العلامة محمد الموسوي. يعتبر الشيخ محمد الموسوي من علماء الشيعة، بل ذكر القرآني أنه علامة. الله يعزك ويرعى، وأحييك وأحيي الأخ الفاضل العلامة سيد محمد الموسوي غيرهم، وهم عندهم فقه. وهذا السؤال اللي أنا طرحته أطرحه على علماء الوهابية جميعا، وأتحدى من يأتيني بجواب علمي لماذا تركتم. وأنت أيضا إذا إن كنت من طلابهم أو من أفرادهم أيضا أجبني إذا كان عندك جواب، لماذا تركتم فقه أو سنة رسول الله التي رواها أهل البيت وأخذتم بأحاديث من غيرهم؟ ما الذي صرفكم عن طيب. أهل البيت؟ أوكي. أقول لك أنت مشترك. أنا في المنهج. كيف تترقى؟ نتفق على منهج. أنا أقول دكتور، كل فرقة، كل مذهب، كل دين، إذا احتج عليه أحد يحتج بكتبه ومؤلفاته. أما يقول احتج بالعلماء، أليس هو يقول نحن أتباع الأئمة أهل البيت؟ نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت. لا نحتج عليه بأقوال علمائه، نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت في الحديث من ينقل عنهم، عن علي رضي الله عنه وعن غيره رضي الله عنه أجمعين. أصبر نقبل ذلك. طيب، هذه الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الثمانية، هو يقول ما صح عنهم، هم ما عندهم أصلا تصحيح وتضعيف في الحديث. على كل حال هذا رأيك. هذا رأي علمائكم وليس رأيي. لا أكمل كلامي. والآن شاهدوا معنا المستوى العلمي الذي وصل إليه العلامة محمد الموسوي. العلماء يصححون وكذا، أنا أريد فقط حتى أنا أستطيع أني أستدل يعني من كتبهم وكذا. زين، ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم؟ أريد أن أعرف تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يعني من الحديث الذي يرويه أو رواه الثقات. بس هذا تعريف الحديث الصحيح؟ الثقات اللي رواه الثقات، الذي يصححه يعني يصحح رواته ثقات، يعني كل الرواة ثقات برأي المجتهد الذي يدرس الحديث. وبالتالي نحن لا نلتزم بأن كتابا معينا هو حج علينا برمته. ما يشترط اتصال السند؟ هو طبعا يعني هو هذا معنى لا المعرف، لا بد ان يكون جامعا مانعا. يا عزيزي الرواد يعني كلهم ثقات، يعني غير منقطعين، كلهم ثقات، كلهم ثقات. لازم اماميين كلهم ثقات؟ لا، عندنا ما يقول بانه غير الامامي اذا كان ثقه ناخذ عنه ايضا. هذا كلامنا. الكاشاني انا اقول لك ما نكده، والحلي والحر العاملي وغيرهم كثير من علماء الشيعة. طيب، يقولون تعريفا دقيقا مضبوطا جامعا مانعا اللي هو تعريف الحديث عندهم. يعني انا استغرب أن لما تسالت عن كتبه المعتمده، انا ذكرتها وذكرت مؤلفيها ولم يذكرها. يا انا الان اكمل لكن نحن لا نلتزم يا معاشر الشيعة، يا معاشر يا اخوتي تعريف الكلام، يا احبابي الله يرضى عليك، يا احبابي الجميع المسلمين جميعا. ايوه، انا سنه وشيعة. يا الله ينور عليك. انا اريد ان اوجه لكم كلمه بالمحبه. هو بالمحبه تعريف الحديث الصحيح لا كما عرفه الشيخ. كيف تعريف الحديث الصحيح ما رواه ثقات؟ هذا كلام. الحديث الصحيح عند الشيعة كما ذكر العامل الحر العامل، وكما ذكر الحلي، وكما ذكر الكاشاني، وكما ذكر غيره، يقولون ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا أحفظ الحديث أحسن منه. فهو إذن هو حتى أحاديث ما الفرق بين المعنيين يا خميس؟ ما الفرق بين المعنيين؟ اتصال السند، أين ذهب الشذوذ؟ أين ذهب العلة؟ أين أن يكون إماميا؟ أين يكون عدلا؟ لا 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 لا، هذا كله كلام. نحن نلتزم بأن الحديث أنت مشكلتك أنت على طول اللي ينفذه. أنا أقول الحديث صحيح، ليس رواة الثقة أو شيء ثقات وليس ثقات. أنت على أي حال؟ خلنا نفوت هذه. أنا فوتها فوتها. ما رواه العدل الضابط الإمامي؟ لا لا، عندك أنت أنت الوهابي. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ أنا أعرف حديثا سمين سمين. فإذا نختفي شرط الإمامي. شرط الإمامي. أيوة. إذا. ولذلك الآن أسأله. صحيحة. هل تعريف؟ أصل شيء. أنا الآن أمام الجميع. هل تجسم رب العالمين أنت؟ أنا دايم. أقول لك أنت تجسم الله تبارك وتعالى. لا تعمل منها يد ورجل
بناء على خلينا في الجدول الان انت اجيب لي لا لا تضيع الوقت بالمحاضره خلينا 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 ندفع دكتور لحظه يا جماعه يا جماعه الله له جسم الله يرضى عليك ما نقول نحن رضى ما تقول وهذا ابن تيميه امامك يقول ليس كمثله شيء لا طبعا ليس هو الذي يقول سبحانه ليس الذي يقول سبحانه ابن تيميه طيب هنجيب هنجيب التوحيد هذا ابن تيميه سيد المسلمين نجيب التوحيد نجيب سيد المسلمين هنجيب هنجيب في مبحث التوحيد اصبر شيء دكتور هنجيب مبحث التوحيد يا امركم يا اخوان 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 البخاري ومسلم هم من رجالات الشيعة. طيب الدقيقة اللي ما تكملها الدقيقة التي سأكملها. ما هي ثمرها؟ بارك الله فيكم جميعا. تفضل. الدكتور الآن وأنتم عوام ناس يعني. أصدقاء. تقلدون تقلدون المراجع وهذا من علمائكم الكبار. أنا لست عالما طالب علم طالب علم كما يقول إذا كان طالب العلم لا يعرف تعريف الحديث الصحيح فرعية فرعية أنا الآن أطلب منه طلبا ثانيا إكراما لعيونكم جميعا وهو أن يذكر لنا حديثا واحدا صحيحا يحفظه يجمع هذه الشروط أن يرويه شيعي إمامي بسند متصل عن مثله إلى منتهاه من غير شذو ولا علة وأنا أمامكم الآن وهذا طالب علم عندكم أتحداه أن يأتيني بحديث واحد صحيح يجمع هذه الشروط ويذكر من خرجه ومن صححه فريق أنا لحظة أنت تريد أن تقول أنه لا يوجد أريد لا يوجد بهذه الطريقة التي بهذه الصفة بالشروط لما يقول نحن نحتج بالحديث الصحيح وكذا وكذا هذا الآن من طالب من طلاب يقول لا يوجد حديث صحيح هذا طلاب علمهم فلن يذكر لنا حديثا طيب صحيح. انا ارد سؤالي عشان نودي اذا انت هذا تريد ان تصل لهذه المعلومه انه لا يوجد, لا يوجد حديث بهذا السند طيب اوكي لحظه بس الان اشكركم اجيب على كلامه لا لحظه بس لحظه يا اخوانا لحظه يا اخوانا يا اخي يا اخي يريد يضلل الناس اقول لك هذه دعوه اقول لك اقول لك احاديثنا الصحيحه مذكوره في كتبنا وإن شئت فاذهب وارجع لها لكي ترى ألوف الأحاديث الصحيحة التي ينطبق عليها ما ذكرناه طيب لكن أسألك سؤالا واحدا أسألك سؤال واحد أجبتم وأنا أسأل أخوتي الكرام أجبتم أسأل أجبتم أسأل أجبتم أسأل اسمح لي أهيدي يا سيد أنت كملت شوف أنا شوف أنا أعطيتك في موضوع لحظة أعطيتك في موضوع القواسم أسألك سؤالا واحدا أجبني عليه اسمعني لحظة لن نسمح له بالإجابة لأنه لحظة الآن لازمني شوية أنتم السادة المشاهدين بين الغث والسمين المشكلة أما أهل السنة والجماعة فجمعوا هذه الأمور ووضعوا قواعد العلم الحديث مقننة واضحة تماما أما الشيعة فليس عندهم قواعد لعلم الحديث ولذلك خليك منه هو الآن التزم فعلا اليوم أنه في كل الأحوال لم يكن يقاطع وبالتالي عمل الحجة علي وعليك طيب تفضل فنحن إذا يعني لازم تخليه وبعد سجلها عندك وخذها طيب. علق عليه تفضل توقع يستطيع إن شاء الله يستطيع إذا أمكنك أن لا تتهم نعم إذا أمكنك أن لا تتهم نعم لكن نقول إلى الآن لم يقوموا بهذا لأنه ليس عندهم علم في المصطلح ولذلك ذكر هذا علماؤهم وليس هو علماؤهم يقولون علم المصطلح أخذناه من أهل السنة ولذلك لا يعرفونه إلا من بعد الحلي الحلي فما فوق في القرن السابع الهجري بدأ عندهم علم المصطلح وكله أخذ من كتاب علم الحديث لابن الصلاح وكتاب علوم الحديث للحاكم والرمه رمزي وغيرهم من أهل العلم في الحديث وكذلك علم الرجال لا علم رجال عندهم وإنما هي تخبطات وإذا قال الكاشاني وغيره تخبطات وتعارضات لا يمكن الجمع بينها ويقول الطوسي تضاد الأحاديث متضادة ومتنافرة لا يمكن الجمع بينها وعلى كل حال فلا توجد عندهم قواعد لتنقية الحديث فلا يستطيعون ولذلك يصححون حديثا هنا ويضعفون حديثا مثله بنفس الإسناد في مكان آخر ولذلك أنا الآن أوجه له سؤالا يا الآن يعني ما جاء الحديث اللي جاءت في تحريف القرآن الكريم وأنه 17,000 آية مثلا هذا الحديث الآن هل هو صحيح أو ضعيف؟ أن القرآن 17,000 آية هل هو صحيح أو ضعيف؟ يسجل ويجيب بعد قليل هل هذا الحديث صحيح أو لا؟
القضية وما فيها أن ما عندهم منهجية في معرفة الحديث الصحيح من معرفة الحديث الضعيف، بينما أهل السنة عندهم هذه المنهجية. يقول سؤال هل أن حديث أن القرآن فيه 17 آية 17 ألف آية صحيح اللي سألني المناظر، أقول هذا حديث باطل، لأن عقيدتنا بأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأولئك الذين يزعمون بأن بعض الشيعة أو بعض جهالهم يقولون غير ذلك، ليروا أنا هنا جمعت 50. الشيخ الآن يقول عن حديث 17 ألف آية يقول حديث باطل. الشيخ لم يستطع البارح أن يذكر لنا حديثا صحيحا واحدا يحفظه، ولا استطاع أن يعرف الحديث صحيح، والآن يفتي هذا حديث باطل وهذا حديث صحيح. هذا الحديث صحيح حول المجلسي علامتهم، رواته كلهم ثقات. الكليني يرويه عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار قال النجا شيخ أصحابنا في زمانه. عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن عيسى قال النجا شيخ القميين موجيههم. عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم قال عنه الطوسي ثقة جليل القدر. عن هشام بن سالم، وهشام بن سالم قال عنه النجاشي ثقة ثقة. طيب، والآن عن طبعا أبي عبد الله جعفر الصادق، والشيخ يقول حديث باطل. حديث باطل، حديث باطل، كلمات لا وزن لها، وإنما هي دعاوى باطلة للخلاص من أمثال هذه الأمور. إلى الآن كما ترون بارك الله فيكم.